سعره 12,350. ايه القمر ده؟ ايه القمر ده؟ 5 شعلة. ده نوعه ايه ده؟ ده فريش؟ اه فريش، 90 سنتي في 60 سنتي. العروسة تيجي تركز، 12,000 جنيه ده 99، ده 90 سنتي برضو في 60 سنتي. يا قمر ده حلو قوي، ده جميل، ده الصغير بقى، ده 4 شعلة ب4,715 بدل 5,200 او 5,300. بس الفرن بتاعه صغير قوي يا جيم محمد، الفرن بتاعه صغير جدا. لا 5 شعلة احسن، بس التاني كان 90 سنتي في 60 سنتي. خلي بالكو ان هنا في مقاس تاني، 55 سنتي في 80 سنتي. 5 سنين ضمان، عدد الروس 5، اشعال زيتي، مروحه في الفرن، اهم حاجه المروحه اللي في الفرن، خلي الكيكه تهيش كده وتبقى طعمها حلو. 6,625 جنيه. ده حلو قوي، ده نوع ايه؟ فريش برضو. اتفرج على الفرن كده، ايوه فرن كده تحط فيه صاج كده، فيه بتشوفور يفتح النفس. اظن الاخ ده كده ايه، عاوز مكان واسع وكبير وتحس ان انت قاعده في فندق. بصوا بقى، على ما اعتقد ده سعر الراس دي بس، يعني مش سعر الوحده كلها كده، دي وحده فيها دراجه اهي، ولا ده مكان بتاع بوتاجازات برضو يفرجنا عليها؟ يبقى مكان لبوتاجازات برضو يفرجنا عليها، تمام. واللي تحت ده فرن اكيد بيتباع لوحده، مفيش زي ابداعك طبعا يا اختي، مفيش زي ابداعك. الجمله اهي، مش عارف شو اللي انت بتقولي الكلام ده منين. بصوا هنا ايه، ب9,350. انا متهيألي دي وحده الراس بس ولا بالفرن بتاعها، بس هم حاطين وحده الراس اهي وحاطين الفرن، يبقى الاثنين مع بعض. ما لو الاثنين مع بعض يبقى رخيص قوي. ما فيش حد هنا نساله. بصوا يا بنات، ب9,350 الراس دي اللي هي 5 روس بتاعه النار ومعاها الفرن اللي انتوا شايفينه ده اهو، فرن تمام، ودي الايد بتاعه الفرن او المفاتيح تمام. انا بساله دلوقتي الوحدتين مع بعض ب9,350، قال لي تختاري منهم الشكل اللي انت شايفاه ده، او تختاري منهم الشكل اللي انت شايفاه ده برده. بصوا 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 القمر ده، احنا قلنا ده نوعه ايه اللي هو ب 17,000 جنيه زانوسي، ده نوعه زانوسي، ده نوعه ايه برده زانوسي ما شاء الله. 90 سنتي حجمه، اشعال ذاتي وامان، اوكي يعني مفيش مروحه ولا فيش اضاءه، مفيش مروحه يعني مش مكتوب عليه ان هو فيه مروحه، تمام. ده زانوسي 5 شعلة، ده نوعه ايه؟ ده نوع زانوسي برضو بس 4 شعلة، ومقاسه 60 سنتي فقط لا غير. عدد الروس 4، نظام امان موجود، شواية موجود، مروحة موجود، اضاءة في الفرن موجود. 7,650. حلوة اوي 7,650. لا انا بصور، عايز تتكلم معايا تعالى اتكلم معايا وقول لي ايه الدنيا. ماشي، يعني انا عايز اعرف ده ليه مش فيه مروحة، مفيش اضاءة، مش مكتوب مروحة ليه؟ ما هو مش مكتوب زي دي، يعني مش لازم يكتب، يعني هو فيه. طب تمام، معرفش هو ليه. طب برضه ليه مكتوب هنا مش مكتوب؟ انا مدي. طيب طب قول لي، طيب قول لي ده امكانياته ايه؟ مروحه، لمبه شوايه، مفتاحين فرن شوايه، امان كامل. تمام، شوايه، لمبتين، مروحتين، تمام، امان كامل، او فرق لمبات بس ما بيبقاش زانوسي، كله مفتاحين فرن شوايه وكله امان كامل. طب اختك لو عروسه وعايزه تجيب بوتاجاز، تجيب نوع ايه انت ترجحه لاختك؟ فريش وزانوسي. فريش وزانوسي. تمام. لو فريش يبقى هامر. ولو زانوسي فول ماكس. فول ماكس. فول ماكس. تمام. ماشي. في حاجة هتقولي عليها تاني ولا ايه؟ هو ده فريش وزانوسي. طب تعالى ورينا فريش كده وتقولي امكانياته. انا الاستاذ يفهمنا اهو. هو ده فريش؟
هو انا ليه حاسه ان هو كنز عن زانوسي؟ ده 80 صح كده؟ ده 80، التاني كان 90 والتاني كان 11 وده 13. ده اعلى واقل حجم اسود بابا هيدروليك. الباب ايه؟ باب ده هيدروليك بيقفل مع نفسه. بيقفل مع نفسه يعني المشكله في الباب بس؟ طيب ماشي، المشكله في الألفين في الباب. عايزه سخان ده 13.99. انت وترجح ده لزانوس، ده هامر، والتاني فول ايه قلت لي؟ فور ماكس. تمام، نفس السعر. كام بقى سعره؟ 2750 ل 50 يعني. اصل الكراتين مختلفه، ولا كرتونه 50 اهي 2700. اولمبيك سخان. شكرا لحضرتك، حلو والله انك انت تبقي واقفه مش فاهمه حاجه في اي حاجه ويجي الاستاذ اللي بيبقى واقف يفهمك كويسه. يعني انا دلوقتي قلت عليه مش عنده مروحه ولا عنده لمبه، فطلع ان هو عنده كل حاجه بس اقل من اللي هناك، قولوا في 1000 جنيه كده بس الساعه بتاعته اكبر واللي هناك اقل. فعندك النوعين دول، وده ثقه بالنسبه للي واقف هنا، هو ادرى منا بالحاجه كويسه. برضو عشان اكون لميت لكم البوتاجازات كلها باسعارها بالانواع بتاعتها، احنا دلوقتي هنا عند بوتاجاز يونيون اير، ده عامل 10,099 يونيون اير. بصوا اهو من بعيد شكله حلو قوي، انا عاجبني الفرن بتاعه جدا. بصوا الفرن بتاعه، الساعه بتاعته حلوه مستريحه، ده ب10,000 جنيه. انا مش عارفه ايه بريميم، اول مره اسمع الماركه دي اهي بريميم. دي ب10,000 جنيه برضو، مفيش فرق ما بينها وما بين التانية، يعني الاثنين دول كده ب10,000 جنيه. ده ب10,105، ده نوع بريمير برضو بتجاز، خمسة شعلة 90 في 60، اللهم بارك، عامل 10,105. الفرق 105 يعني، أكيد عشان لونه أسود ممكن. بص ده بوتاجاز برضو تاني بريميوم. ايه هناك بريميوم، هنا بريوميوم، اسمه غريب قوي. 11,275. مش عارفه البوتاجاز هيتعليت ولا احنا اللي اتاخرنا عن ايه ده؟ البوتاجاز ده اتنين فرن ولا ايه؟ لازم نفهم. طب بالله عليك حد يجي يفهمنا. طيب ايه ده؟ ايه ده بقى؟ طب ده ايه؟ طب ده فرن، ده ايه؟ هو في حد هنا؟ طيب مش عارفه بصراحه، حتى انا مش شايفه اي حاجه مكتوبه عنه عشان اقدر اوضحها لكم. نوع بوتاجاز باتنين فرن، والله اعلم ايه ده وايه ده. انا حتى بدور على حد يقول لي، طلع اتنين فرن فعلا. استخدم الفرنين ما شاء الله. لا حلو، مبروك عليك، جميل. لا هي حلوه جديده. طب مبروك عليك، تتهني بيه يا رب، تتهني بيه يا حبيبه قلبي. عروسه بتشتريها اهي، فبسال وانا واقفه ايه ده؟ اتنين فرن. حلو قوي. فرن واحد، انا صورت اللي جنبه، انا بصور بقى ده عشان جديده بصراحه. اتنين فرن، ربنا يبارك لك فيه يا رب، ربنا يبارك لك فيه. ده بخمسه 975، ده يونيون اير، ده خمسه شعله وبخمسه 975. ده ليه سعره كده؟ سعره حلو مناسب، بس ما شاء الله اللهم بارك. العرايس ما بتدورش على الحاجه الرخيصه، بتدور على الحاجه الغاليه. ربنا المستعان بقى، ربنا المستعان، ان شاء الله يقدرنا يا رب. بصوا ده ب 9,899 يونيون اير برضو، ده يونيون اير ب 7,300 بس اربع شعله، اربع شعله. ده اللي قلنا عليه ب 9,900 عشان في جنيهات كده واقعة. بصوا ده أربعة برضو شعلة، ده نوع إيه؟ نوع أودي يا بنات. نوع يونيون إير أهو برضو، بس مش مكتوب عليه سعر. ده يونيون إير برضو بخمس تلاف وتسعة، 609.
الاربع شعلة الفرن بتاعه صغير قوي، الخمسة شعلة جميل، واللي البنوتة هتاخده ده اجمل بصراحة، تحفة يا بنات تحفة، اللهم بارك. بصوا الجمال ماشي معاك، بص اسم الاوردر اقول لك عليه.